إلى ذلك افتتح المتحف الجيولوجي السوري في مبنى المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، ويضم المتحف مجموعة منتقات من الفلزات والصخور والمستحاثات والخامات المعدنية وماكيتات تظهر آلية عمل معمل الفوسفات من استخراجها من المقلع مرورا بوحدات الغسيل والتجفيف والنقل وصولا إلى التصدير عبر المياه. احنا طبعا بضم نحن حاولنا نبلش فيه مع بداية التاريخ الجيولوجي، بلشنا من السلم الجيولوجي بكل أقسامه اللي بضم الأعمار من البريكامبري العصر بداية تكوين الأرض لنوصل للرباعي الحديث اللي نحن عايشين عليه هلا. بنشوف بعدين القسم اللي بضم الصخور والفلزات اللي هي أساس علم الجيولوجيا، إضافة إلى مجموعة من اللوحات اللي بتبين كيف كان شكل الأرض قبل ما تنقسم الصفائح التكتونية، كيف صار شكل الأرض الحالي. مننتقل بعدين عنا قسم خاص بالمستحاثات، وأهم جزء بالقسم وبالمتحف بشكل عام هي مستحاثة البليزوسور، المستحاثة اللي نحن اليوم نعتبر حالنا كتير محظوظين باكتشافها، ومنشكر كل شخص ساهم باكتشافها وساهم بنقلها وساهم لتكون موجودة اليوم معنا بمتحفنا. المستحاثة هي عبارة عن مستحاثة البليزوسور، هي مستحاثة عمرها تقريبا 80 مليون سنة. تم اكتشاف هاي المستحاثة بالمنطقة التدمرية عند المناطق الفوسفات. المستحاثة هي بتعيش بالبحار الضحلة. مع المستحاثة اللي أكد لنا طبعا تم اكتشاف مجموعة من القواقع وأسماك أسنان الأسماك. المستحاثة اليوم هي أكثر حدث بيغني هذا المتحف. المتحف بيتضمن مجموعة من الأقسام كل الجيولوجية، كل قسم بيحكي عن علم من علوم الجيولوجيا. بيتضمن عنا الصخور والفلزات والمستحاثات، بالإضافة إلى الماكيتات اللي بتحكي عن توزع الخامات والثروات على الأراضي السورية. المتحف موجود فيه كل شيء بخص الجيولوجيا السورية، من خرائط، من عينات، من ماكيتات، من المستحاثة المهمة كتير اللي مكتشفينها. كل شيء بخص الجيولوجيا السورية موجود بالمتحف الجيولوجي السوري.